الفن هو حاجة أساسية في الحياة وما نقدر نستغنى عنه. بنستخدم الفن في كل حاجة، بنستخدمه في لبسنا وحتى كمان في أكلنا، والمثل يقول عينك تاكل قبل فمك. أنا اسمي سلطان بداوي، عمري 34 سنة، تخصص تربية فنية وفنان تشكيلي. مشروعي قناة ريشة فنان، قناة تلفزيونية تهتم بجميع أنواع الفنون، سواء كان فن تشكيلي أو تصوير فوتوغرافي أو حتى كمان نحت إلى آخره من الفنون. إلهامي في مشروعي هو أنه أصبح هناك نسبة كبيرة من المجتمع تهتم بالفن، وكمان أصبح هناك تقام معارض فنية في المملكة العربية السعودية. من خلال قناتي راح أقوم بتوعية الناس بأهمية الفن والإبداع وتنمية المواهب، بالإضافة إلى تغطية المعارض المحلية والدولية والاستفادة من الفنانين الكبار العالميين. إذا كنتم محبين للفن، مبدعين، محبين للجمال، أرجوكم صوتوني.